كاتو. رانا في الستيام شهر تاع شهر رمضان. ترحموا على الجماعة اللي ماتوا في البرج، عائلة حموش اللي ماتت في البرج، ربي يرحمهم، واللي اللي مرضى إن شاء الله ربي يشافيهم. اللهم آمين. وهذا شهر رمضان الله غالب، واش نقدروا نقولوا معاهم؟ نترحموا عليهم. الله يرحمهم. وما تنساوش راكم آخركم فؤاد ديما حنين معاكم. أه؟ اتفرجوا في الفيديو تاعي، لايكوا الفيديو. ديروا جيم وما تنسوش لي كومونتير. واش عندك الحم اليوم؟ معروف شيء معروف. اي معروف معليش بصح كان في فرنسا ما يعرفوكش الناس. اه يعرفوني. اه في فرنسا ما نظنش باللي يعرفوك. معروف صح. والله معروف كلوش. واش راك تقطع؟ قلت لي اسمع. واش راك تقطع؟ طيب زون تركوس. زون تركوس صح؟ الله يبارك الشوط. شوف اخويا. ولازمك مشارة. يا وش 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 قلنا سامي يتفرجوا فيك؟ وش قول لهم في شهر رمضان هذا؟ وش قلنا سامي يتفرجوا فيك في شهر رمضان هذا؟ صحة طولهم صحة رمضانهم. اه وربي يقدرك ان شاء الله. هيا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. رانا في اجواء رمضان مع الحوت. مع الحوت ها شوف على بالي الحوت. اجواء رمضان مع الحوت. والله غصوري الهيله. هيا عطينا كلمه صغيره خالي. هاي ليك الكاميرا. السلام عليكم اهلا بكم. مرشي راس الواد سلعه الله يبارك. سدينا زينه اسمك تمرجان. صحه فطوركم ورمضان ان شاء الله سعيد. ربي ان شاء الله يعطيك البركه. امين. وربي ان شاء الله ربي يرحم اهل البرج ويجعلنا ان شاء الله من الناس الزينين. رمضان رمضان ودعي لهم. رمضان رمضان يا ربي واش فيهم يا ربي يرحم أمة محمد اجمعين. الله يرحمهم ان شاء الله. وربي ان شاء الله يجيب الخير. رمضان رمضان السعيد في بلاد الشهداء. ماتوا في شهر كريم. نعم شهر بركه. ايه يا ربي يرحم أمة محمد اجمعين ان شاء الله. جماعه جماعه امين. واش الحلويات هذه اللي حطونا في الطابله هذه؟ واش واش هو هذا؟ السلام عليكم. هذه واش النوكه هذه؟ عاد تكسرها بالله باش راح تكسرها؟ نكسرها باش بالشابور ولا بالموس؟ بالموس. بالموس الاخر قال لك بالموس. الله غوري لي بالموس يعني. الله يبارك. طابله هاي هاي روح هاي. ايوه هاي حلوي بنه هاي. او ترى عاود شفت والله ما شفت. كون قدمت لي الحاله شويه. هذا مكان بركه. نعاودوها. هاي روح اسير. نعاودوها. اسمع. شو روح روح روح. بابا والله غهيله والله غهيله. هاي ساعه فطوركم. السلام عليكم. وش راك تبيع هذا؟ وش راك تبيع؟ انا بيع بالشما. واش راكم بخير لاباس؟ بخير. واش قلنا سامي يتفرجوا فيه؟ الحاج عبد الله واش؟ زلابيه برك. زلابيه هذا هنا زلابيه هي قدامك. ولا غالي ولا غالي قدامك زلابيه. صورتك تبيع في الشما كيفاش كرا الشما شري زلابيه. يا اخي هكذاك. الشما شري زلابيه. هذاك هو يا اخي هكذاك والله. قال لك يخصني الصور باش نشري زلابيه. قلت له بيع شكرا الشما تشري زلابيه. او الشارع واش راك حبيبنا لاباس؟ هاك عقابها ولا هي اللي عقابك؟ هاي عقابو. هاي عقابو واه. هاي الفريس. ها هو يوصل لك 54. هاي الفريس ها. ها. فريس والله غير. مع الباش احمر ولا ما ولا ما يبانش؟ باش احمر ولكن ما يبانش. والله ما يبانش. 35 اخونا. واش راكم مالي جيم بخير؟ صايمين ولا؟ السلام عليكم الحاج واش راك؟ هاي الحموصي.
حمص مش وا كاش حمص ها ماكاش ورا كاين زيتون زيتون كاسي زيتون الكحل دوك شاب ما عندوش 35 35 غالي الفقر من هذا غالي من اللي جاي غالي واش غالي غالي جايز يا نعم يا ولد روحي يا ولد بيرمي شو ياكل لا والله فروض عليا بيرمي شو ولا وين بيرمي شو ياكل يا ولد تروح يا جماعه واش تري وعليه خلصوا وحدك يا باكينا واش لوحدك بقالي بقالي باش بعدا لازم يشوفوني صحاب الخيران كل لازم اه كل مشيخ كيف راه عايش السلام عليكم واش راكم لاباس السلام عليكم واش راكم خير هاي الكاميرا جاتكم حتى لهنا سيدي هاي هاي مليح هاي السلام عليكم واش راك تخير هذا واش راك تخير واش راك تخير او ما تخير ما والو السلام عليكم واش راكم لاباس بخير الحمد لله كما راكم تشوفوا رانا في المارشي راس الواد مارشي راس الواد السلام عليكم واش راكم اهلا الاخضر واش كاين الشيخ الاخضر يا اخي صورتني في الشوب صورتني معليش اخويا صورك دوك واش تقول الناس راهم يتفرجوا فيك واش تقول لهم الاخضر الناس راهم يتفرجوا فيك واش تقول لهم صحه رمضان هاي صح اخي لاباس بخير بخير الحمد لله هاي لا جنسيه تقضي هذا طلاله الله يبارك هذا طلاله ولا بارك الله هذه هذه كابويا العاج وش راك لاباس واش تقول الناس راهم يتفرجوا فيك واش تقول لهم واش نقول لهم انا نفرني وخرج تفرني فرني ها هاي فوتو عاصم ونحيو فيديو هاي كيما راكم تشوفوا واش هاك عقابها لاباس بخير هاك عقابها انا عقابها هاي روح يا سيدي الله يحفظك هاي بلا مزيه السلام عليكم هادي طابله واش فيها هادي زيتون هادي مخلطه بكل شيء هادي الله يبارك انواع واش كاين الزيتون انواع واش كاين الزيتون صحيت واش راكم بخير والله غاني قايم لي زونسيان وعليكم السلام عربي واش متواضع قلت لنا السلام عليكم زين عربي كم تذبحوا انا قلت تذبحوا بالشفره اللي ما حكمناش عليه ايوا ايوا خاصنا كيما انت هكذا ما تركزنا فيك ما نعاودوا لك شيء عمادي هو انسان طيب انت لا لا مانيش طيب انا من فرانكفورت ماكش طيب اردوغان مانيش طيب طيب في رمضان رجل طيب اردوغان طيب في رمضان ما نكونش طيب يا سيدي هذا من عندك العربي هذو الناس مش طيبين ما لا لازم لهم صوات المول الكرباك جلس المصر هذا من عند العربي واش راك ما خير يا واش مع الزيتون هذا الله يبارك لا لا الله يبارك كاين ها ورا تاع البر انا سبت او بيا هذه البصلة هذه الكورنيشون فلفل حار فلفل حار دوزي هذو كل مرقد هذا كما راكم تشوفوا مرقد وكل وهذا واش ثاني هذا الزيتون ثاني ها دخل الكاميرا حتى الدخبات تشوفوا ها روحتك شباب نبيعو غير صور برك غير صور برك واش ما نبيعو لك واش ما تعطيني انت من عندك دبر راسك اعطينا حبه زيتون لا لا خساره فيا ولا واللي ما عندوش ما ياكلش هو ها يا اخي هكذاك اللي ما عندوش خي ياكل ها عندك
البريز مش أليز. ليه مش أليز؟ يا أخا ما تبيعش. وتملها هالسيد هالسيد. نورمال مراد 200. لا نورمال مراد 200. 200. الشعب هذا عنده صور. اي روح كلمة صغيرة للشعب اللي يتفرج فيك. الشعب ان شاء الله نقولوا حنا الله ان شاء الله يبقي لي يستر. امين. ربي ان شاء الله ينجحوا. امين. وربي ان شاء الله يكون العافية والعفو. امين اخوي. وان شاء الله رب العالمين يثبت صوابنا وثبت اخواننا. امين. امين يا رب العالمين. يس. والحمد لله رب العالمين. ورانا هنا اليوم هيا تكسع الحاج ورانا اليوم هنا ورانا وراني هنا لهنا هذه سيبيرات صغيرة. صح فطوركم صح رمضانكم. هاي هنا هذه سيبيرات صغيرة. ها حاج شريت الفورماج. ها وشوية حلوة. ها والحلوة ليمن ليا ليك تا وتيها في الدين برك شوية. ها مليحة والله غا مليحة. المهم اي وانت واش راح تشري؟ ها؟ واش راح تشري؟ انا اللي خاطي ها؟ اه قال لك انا خاطي. اه احنا ثاني خاطي خلينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي العادة كي العادة رانا في شهر رمضان رانا في اجواء رمضان. اليوم رانا سمعنا ملي بدينا نصوموا رانا 7 رمضان 1443 هجري. يعني نقولوا احنا اليوم لو 8 فوالا لو 8 افريل 2022 ورانا اليوم عندنا عند باش نوف ومعنا ربيبارك حبيبنا صوفي ما نسوا صوفي اونسيان دي زونسيان وكنت بلوزة شكون اللي عاش بويوت الله يذكره بالخير سمينا بويك تاعها شكون بويك شكون بويك صوفي صوفي بصح بويك بويك مزوز اي والله باش نقول لكم مزوز هذا سي ان كرون ثاني ان دي تري كرون كرون محل تاع شنو بدر الدين فوالا هذا المحل تاع شنو بدر الدين اللي خدم غير لاباتيسيري اللي خدم هذاك في شهر رمضان كيما راكم تشوفوا قد بلوز كيما راكم تشوفوا قد بلوز كبار بقلاوة بقلاوة يعني ونوريكم شوية ها كيما راكم تشوفوا الحلويات هذا الكرواسون هذا ماشي كرواسون عندنا البريوش بوري بريوش هاي بريوش عندنا البريوش سوشور ولا اه والناس ياكلوا في رمضان سوشور الحوايج هادو ولا هذه سوشور ها يديروا لي سوشور في رمضان الله يبارك شربوا بهم الحليب شربوا بهم الحليب اهلا السلام عليكم شكون اللي معايا شكون اللي معايا دوك هو يهضر في بلاصتي هاي هاي هذا بنشنو في غرون فامي فراس واد وليت أسرة طورية وليت الجزائر تعلموا الحلوية تحليمكم وفيضر تحليمكم الله يبارك القلب له شيء يعني ما شاء الله القلب له زمان كنا نشوفه فيه الواسو الذي يشربوا بهم الحليب في السحور في السحور عنده تقريبا 30 سنة هو خدام معهم 30 سنة الله يبارك تقول ولد الدار ولد الدار خلاص خلاص سوفي ولد الدار ها يعني شوف يعني شوفوا البقلة شوفوا القلب لوس كيف راه اليوم عيد ميلاد الحمد لله حبيت باتيسري قال لي حبا لي القلب لوس ولا باتيسري كيما راكم تشوفوا ثاني لا باتيسري كاينه لا باتيسري هذا توجو عن بدر الدين شنو القلب لوس يجيو يديوها من كل انحاء الوطن يعني قلب لوس قلب لوس معروف لا لا لوز كاين قلب صاحبي ورا قلب اللوز الا ما تديش القلب تدي اللوز سامحني هو الشيء اللي خلى اللوز كيما هكا كيما هكا القليل وين راه مليت هذا ولد شنو ثاني ولد بدر الدين والله يبارك فيك الله يبارك فيك واش راكم لاباس بخير واش قلنا سامي تفرجوا فيك واش تقول لهم صحة الله صحة
بيبنا عربيك واش راك صباح بيان لاباس ماكش بان هكداك بيان لازم تجي منا لازم تجي منا هذا ولد عمي رشيد ربي يرحمه يحبني وسبق في الطفولة ما شاء الله الله يبارك وناس كاربي واحد سحر ودعوا لعمي رشيد بالرحمة ورشيد بالرحمة ان شاء الله وان شاء الله ربي يرحمه ربي يرحمه واش قول الناس اللي ماتوا في البرج البارح؟ نقول لهم ربي يرحمهم وهذا قضاء الله. انت رحموا عليهم ان شاء الله. ان شاء الله ربي يرحمهم. رحموا عليهم ربي يرحمهم اللي ماتوا البارح في البرج. وحنا نديروا الحيطه والحذر. وهذاك ما كان ولازم. رمضان سعيد وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واش راك الحاج؟ واش راك؟ لاباس خير واش تقول الناس اللي يتفرجوا فيك هاي قول لهم صحة رمضانكم صحة فطوركم عمي الحاج ان شاء الله صحة فطوركم صحة رمضانكم هاي صحة يا زلمة يستاهل الحاج السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واش راكي يا بنتي هاكي سايمة ولا فاطرة سايمة سايمة وانتي سايمة وانت سايمة وانت سايمين وكل صافي وكل سايمين وكل سايمين بس هكلا ولا 12 ولا ماكلاوش ماكلاوش كليتو على 12 اوه واش راك حبيبنا صافا لاباس بقى جيت شي في السوبيرات هذي كارتي زروق هذا يقولوا له هذا هو كارتيك لا انت ولد من انا ولد نور الدين وين نور الدين كعلول كعلول الله يبارك يبارك فيك صح هذا السوبير تاع تاعنا تاع الكارتي هنا واش راك حبيبنا لاباس بخير راك مع الاولاد صغار هاي سيدي نضربوا دورات راه شوفوا واش كاين واش ما كانش هاي كيما راكم تشوفوا سيبيرات كي العاده ما تبدلتش ما تبدلتش لي ريون الماء راه مستف ومترتف هادي شوكولا هادي شوكو هادو نسكافي جولد هادو بودر شوكولا كيفاه ولا قهوه قهوة الله يبارك لي كونسيرف لي بات كالعادة وكالعادة الجازوز الجازوز في رمضان ديما الناس تشرب الجازوز أكثرية ديو الجازوز في رمضان أكثرية ديو الجازوز والبوراك ولي فرماج تاني ما ننسوش لي لا فرماج والياور تاني كيف كي العاده وراهم لي فلان وراهم وراهم هنا هم قدام وكيما راكم تشوف فلان لو فلان انواع واشكال نوارات وجه في الطابله نوارات ما احسن فلان في الاخرى هاك تشوفي لي فلان الله يبارك عندنا حتى النوارة تاع كيلو فلان كراميل لي زاروم صغيرة الناس هم يتفرجوا فيك الله كمل الصحة رمضانكم الله يعطيك الصحة سيدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رانا توجد في أجواء رمضان في رأس الواد